السلام عليكم. وعليكم السلام. كان لنا بيت في طنطا الحيداني وجينا نجدد او نعلي الرخصه، فقالوا لنا ما ينفعش لانك انت معكش رخصه الارض. احنا معانا رخصه رسمي للاول علم. بناء عليه ما سالنا قالوا ان الفتره دي لما ادونا رخصه الارض الاول علوي كان مسموح تبني على الارضي اللي مربوط على هواي. الوقت انا عايز اعلي وابني شقق لاولادي، اتصرف ازاي؟ شوف يا فندم، هو حضرتك واضح انك واخد رخصه باول دور. بالظبط. اول ارضي. اول علوي. تمام. الارضي يعني ما كانش بيدي رخصه. لكن انت عندك ارضي وعلوي ومتكرر. الارضي مالوش رخصه. مش مشكله، بس انت اول علوي ليه ايه؟ ما هو ما دام طلع لك المتكرر ليه رخصه يبقى هو رخصة. يبقى لا، يبقى هو المخالفه كانت في ظل قانون بيسمح بده. تمام. فانت النهارده حضرتك مالناش الكلام بتاع حضرتك ملوش دخل باللي احنا بنناقشه في حلقه التصالح دي بقى. ليه؟ لان القانون ده بيقول اللي عمل المخالفه قبل صدور القانون. انت لو جيت بنيت النهارده واحنا قاعدين مع بعض كده، بكره هيطبق عليك القانون عادي، خلاص مفيش تصالح ليك. ودي برضو الحته اللي لازم الناس تاخد بالها منها، ان التصالحات دي تسري على المخالفات التي ثبتت قبل العمل بالقانون. ايوه بالظبط. يعني ما حدش يخالف؟ لا، ما حدش يخالف ويقول احنا سمعنا استاذ احمد فاروق. لا ما بقولش الكلام ده، انا قلت الحمد لله قبل ما اسحق جوي. تمام.